كنت لما طلع اسمي ان انا نوميني ثاني مرة توقعت، وكنت متوقعة من قبل شوي، بس كان يجيني احساس ان انا ممكن ما اكون نوميني، لانه حسيت ان انا تحسنت، سويت شيء احسن، ولكن في نفس الوقت كان في شيء سويته غلط يعني، وانا كنت عارفة انه كان مفروض اعطي احسن فيه، يعني كررت غلطة ما كان مفروض تتكرر. اول مرة طلعت نوميني كانت اصعب من ثاني مرة، لانه كانت سبرايز بالنسبة لي، مفاجأة يعني. ثاني مرة كان صعبة بس نفس الصعوبة بس بطريقة ثانية، يعني حسيت ان الخطورة اكبر ان انا اطلع، واثر فيني يمكن الناس ما تصدق، بس اثر فيني ان في كذا شخص في الاكاديمي من اصدقائي كنت اتمنى علاقتي معاهم تكون قوية، وإحنا بحكم أول فترة ما يعني كنا مزحومين بالشغل وبالتمارين وبالحصص، ما صارت فرصة. هايدي مثلا مرتضى معنا هو علاقتي معه قوية، بس بعد في أوقات يعني ساعات طول اليوم ما تصير فرصة أن أقعد معه حتى 5 دقائق. في ناس يعني يمكن الناس ما تعرف ان انا ما يعني حياتي بسيطه، يعني ما ابي انا احول الموضوع دراما او بكي، بس فعلا هاي اللي انا احسه. يعني انا اليوم هايدي كانت مسافره روسيا ورجعت، و من اطيب الناس اللي شفتهم في حياتي، يعني احس ان 3 ايام بس بشوف هالانسان وبعدين ما راح اشوفها، اثر فيني. أنا اتوقع حنان تكون على تصويت، وبيني وبين سكينة نكون بين الأصدقاء، ويمكن أصدقائي يختارون سكينة أساس يعطونها فرصة، لأنه أنا أعطوني فرصة أتوقع. يمكن لا، ما أعرف، ما يعني ما عندي أي فكرة. أبي بس أقول لهم أنا آسفة إن خذلتكم، يعني كنت أتمنى إنه كان مفروض أعطي أحسن ما عندي أكثر، كان مفروض أتعب أكثر. إن شاء الله إذا رجعت، يعني إن شاء الله إذا حظي كان حلو وإذا رجعت بعطي أكثر من اللي أعطيته. أتمنى دعم الكل، وصوتوا لي على رقم 2، وأحبكم.